المقام يقع تحديدا في منطقة ماحص في لواء ماحص والفهيس، يبعد عن العاصمة عمان حوالي 12 إلى 13 كيلو تقريبا. هذا المقام في ميزة أنه موجود فيه الأشجار المعمرة اللي هي أشجار الملول وأشجار السنديان. طبعا الأشجار الملول والسنديان تعد من الأشجار الطبيعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، موجودة عندنا على السلسلة الجبلية موزعة شمالا حتى جنوب. وهذه المنطقة تحديدا يوجد فيها ثلاثة أشجار معمرة تعد من الأشجار الضخمة. عندنا على يميني هنا شجرة ملول، هذه الشجرة تعد شجرة طبيعية لها أكثر من مسمى عندنا بالأردن، نطلق عليها شجرة الفش أو الملول أو البلوط. هذه الشجرة متساقطة الأوراق تحمل ثمار البلوط. العمر الاسم العلمي لها كويركس إيجلبلوس. العمر التقديري لهذه الشجرة 680 عام. تم إحصاء من خلال مشروع من خلال وزارة الزراعة الحراج على الأشجار المعمرة بالأردن، فكان النصيب أنها تكون هاي الأشجار في هذا المقام. وطبعا شجر الملول له فوائد كثيرة، تدخل في صناعة كثير من الأدوية، إضافة أنها تستخدم ثمارها لأكثر من غاية للإنسان طبعا بالدرجة الأولى من خلال الثمار تبعها. تؤكل بطريقة السلق أو الشوي، إضافة إلى أعلاف للحيوانات تعد، إضافة إلى الدبال اللي بتساقط منها يعد سماد للأرض اللي هي بتكون موجودة فيها. الأشجار اللي موجودة الآن أمامنا هي شجرة السنديان وهي الملول. الفرق بين السنديان والملول بطبيعة الخشب وبالنسبة للأوراق، السنديان من الأشجار دائمة الخضرة، أما أشجار البلوط أو الملول فهي متساقطة الأوراق. الفرق يعني الفرق العمري بين هاي وهاي بين الشجرتين الموجودات عندنا هون اللي هي شجرة الملول أكبر في 180 سنة من شجرة السنديان. هذا الأشجار يعد من الأشجار العملاقة الطبيعية الموجودة بهذا الموقع. طبعا الأخشاب للأشجار الحرجية هذا النوع من السنديان والملول هي أشجار متينة صلبة، كانت تستخدم في صنع الأثاث وصنع سكك القطارات، وكانوا يستخرجوا برضو مادة الفحم من الأخشاب يستخدموها في العهود السابقة في الأردن. لهذا السبب يعني كان في إجحاف على هذه الأشجار بالسنوات السابقة قبل يعني بالعهود السابقة أيام ما كانوا يستخدموا القطارات، يستخدموا السكك ويستخدموا الفحم ويستخدموا للأثاث وللمنازل، إضافة إلى أنه تستخدم كمان إضافة لأعلاف للحيوانات وخلافه. من حيث جميع المواطنين المحافظة على هذه الأشجار لما لها من قيمة تاريخية وقيمة جمالية وبيئية بالمملكة الأردنية الهاشمية.